طبعا للوجهاء والشيخ حصرا كلمة تتبعها القبيلة وتسير على خطاها، للشيخ أيضا مسؤولية كبيرة في توجيه القبيلة نحو ما يراه شيخ القبيلة مناسبا من حيث الأمن والأمان والمشاكل التي تحصل أحيانا في المنطقة حقيقة. طبعا تأثيرنا شخصيا على المجتمع في المنطقة عموما وفي هجين بشكل خاص لنا دور كبير حقيقة في إرساء الأمن والاستقرار وتوعية الناس وحل المشاكل التي تحصل في المدينة حقيقة، من خلال اجتماع مع وجهاء المنطقة والشيخ المدينة بشكل كامل. هناك جلسات أسبوعية تحصل للوجهاء والأشخاص لحل المشاكل والنظر في ما هو مناسب لشعبنا وأهلنا في المنطقة حقيقة. طبعا حقيقة عند ما نزحت الأهالي بسبب الإرهاب الذي حصل والمؤامرات التي تعرض لها شعبنا في المنطقة وخاصة في الخط الشرقي، طبعا تأهبنا وناشدنا الأهالي بضرورة الانتساب إلى قوات سلطة الديمقراطية من أجل تحرير البلاد والعباد من براثم الإرهاب. طبعا التحقنا في العلاقات العسكرية في بداية الأمر وتم التنسيق مع أيضا العلاقات العسكرية في تلك المناطق لحشد أكبر عدد ممكن من المنتسبين بقوات سوريا الديمقراطية من أجل تحرير بلادنا من براثم الإرهاب كما ذكرنا سابقا. طبعا حقيقة بعد التحرير مباشرة دخلنا إلى مدينة هجين، باشرنا العمل على نزع الألغام وتوعية الأهالي بشكل مستمر ويومي. حقيقة باشرنا في تأهيل بعض المؤسسات من أجل عودة الحياة بشكل تدريجي إلى المنطقة. ناشدنا الأهالي والوجهاء والشيوخ في المنطقة من أجل التعاون والانصهار ضمن قوات سوريا الديمقراطية والانصهار في وضع المؤسسات. كان هناك قلق في البداية من بعض الأهالي عن أفكار وأهداف قوات سوريا الديمقراطية. حقيقة لما في البدايات كان هناك قلق، إنما مع استمرار الوقت استطعنا أن ندفع بكثير بالألاف من شعبنا باتجاه بالانتساب إلى قوات سوريا الديمقراطية والانصهار ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ونجحنا في ذلك حقيقة. طبعا باشرنا في إنشاء بعض المؤسسات وترميم بعض المؤسسات لعودة الحياة كما ذكرنا تدريجيا، مثل بلدية الشعب في منطقة هجين، مجلس الشعب في منطقة هجين، وحدات المياه، جمعيات الزراعية، نزع الألقام، تعبيد الطرق إلى ما هنالك، حتى تعود الحياة بالتدريج إلى شعبنا. باشرنا في عودة الأهالي بشكل سلس وسليم إلى المناطق بشكل تدريجي من هجين إلى الباغوز. طبعا كون مجلس الشعب في هجين مسؤول عن أكثر من 450 ألف نسمة حاليا في المنطقة، هو أيضا مسؤول عن أكثر من 12 مجلس محلي، وقع على عاتقنا عبء كبير حقيقة في تنظيم والتأهيل بعض المجالس المحلية في المنطقة. وأيضا ناشدنا بضرورة أن يكون هناك وعي تام لما يحصل في المنطقة. حصلت مؤامرات حقيقة على شعبنا من قبل دول إقليمية موجودة لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية، وهذا واقع حقيقي. أيضا يقع على عاتقنا عبء كبير في شرح تلك الفتنة التي عانى منها شعبنا، وعملنا بشكل مستمر وجدي مع وجهاء وشيوخ القبائل من أجل درء تلك الفتنة في المنطقة، ونجحنا في ذلك الحمد لله. طبعا هناك اجتماعات، هناك تنسيقيات، هناك اجتماعات مع القوات العسكرية في جميع المجالات، هناك تعاون بين المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة على جميع المستويات. أيضا هناك اجتماعات أيضا دولية بالنسبة للوجهاء والقبائل والمؤسسات بشكل دولي أيضا من أجل شرح حجم المؤامرة وحجم الحصار والمعاناة التي يتعرض لها شعبنا في شمال وشرق سوريا. نجحنا إلى حد كبير في درء الفتن التي حصلت، وحاولت بعض الجهات التابعة لدول إقليمية واستخباراتية بشن حرب خاصة على بلادنا في شمال وشرق سوريا بشكل خاص.
استطعنا بفضل الله توعية الشعب، استطعنا كسب ود أكثر من 8% من الشعب، وهذا شيء عظيم جدا حقيقة. لحد الآن مستمرين في اجتماعاتنا، في تنسيقياتنا مع القوات العسكرية، مع وجهاء المنطقة، مع شعبنا، مع مؤسساتنا، حتى في جميع الزيارات تقع هناك زيارات بشكل مستمر على الدواوين، على الأهالي، على الوجهاء، على المؤسسات، على ذوي الشهداء، لشرح الوضع السياسي، لشرح الوضع، المؤامرات التي تعرض لها شعبنا في شمال وشرق سوريا. أصبح لدى شعبنا وعي تام لما يحاك ضده حقيقة. كان هناك كما ذكرنا سابقا قلق من شعبنا بالانتساب أو الانضمام إلى قوات سوريا الديمقراطية، إن كانت مؤسسات مدنية أو حتى عسكرية. الآن هناك الآلاف يعني يرغبون في الانضمام إلى مؤسساتنا، إلى قواتنا العسكرية. طبعا الآن قبل عدة أيام هناك دورة لقوات قسد، طبعا الخاصة بعفوا الأمن الداخلي، أكثر من 300 منتسب في دورة واحدة يعني. فأجلنا بعض المنتسبين إلى دورة أخرى من كثافة المنتسبين للقوات العسكرية. هناك رغبة في الانضمام، هناك رغبة في الخلاص من الظلم والاستبداد الذي عانى منه شعبنا في الفترة المنصرمة. هناك وعي تام. طبعا قاتلنا وجهدنا من أجل أن يكون هناك فكر مختلف لدى شعبنا في شمال وشرق سوريا، لاعتقادنا وإيماننا بأن الفكر الجديد والديمقراطية الجديدة هي السبيل الوحيد لإنقاذ الشعب مما هو فيه حقيقة. فأصبح لدى مثقفينا وأصبح لدى شعبنا في دير الزور ثقافة مختلفة وحب للانضمام والاستطلاع إلى قوات سوريا الديمقراطية والانتساب إلى عدة أحزاب من أجل الخلاص والنهوض بشعبنا من الفكر السلطوي القديم الذي عانى منه شعبنا لفترات تتراوح ما بين 40 إلى 50 سنة حقيقة. طبعا في الحقيقة هناك زيارات مكثفة كما ذكرنا في بداية اللقاء مع قوات سوريا الديمقراطية بجميع مكوناتها وفئاتها، ونحن نحترم ونقدر مجهود الذي بذلته تلك القوات والشهداء، آلاف الشهداء الذين قدموا حياتهم حقيقة في الدفاع عن شعبنا من أجل أن ينال حريته وكرامته. فلولا تلك القوات وجهادها وقتالها ومكافحتها لما وصلنا إلى ما نحن إليه الآن من أمن وأمان واستقرار. فنتمنى في المستقبل القريب أن ينال شعبنا على حريته وكرامته وعلى اعتراف دولي بشمال وشرق سوريا حقيقة. طبعا بالنهاية نقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر حقيقة. شكرا.